السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس علي جمال. إن شاء الله النهاردة هعرض إيه هي التحديثات الجديدة اللي حصلت على مكتبة البرمجة التطبيق بتاعنا الأندرويد. هتلاقي إن أنا ضفت قائمة اللي هي الجانبية اللي بالشكل دوت. هتلاقي إن أنا عملت أقسام للكتب بحيث المستخدم يقدر يوصل للكتاب بطريقة سهلة، تمام؟ زائد في تحديثات اخرى كمان ضفناها، ان انت بعد ما بتخش على القسم هتختار الكتاب اللي انت عايزه بالشكل دوت. هتلاقي غيرت طريقة تنزيل الكتاب عندك هنا. لو دست على ابدأ تنزيل الكتاب هتلاقي ان هو بيعرض لك سرعة الانترنت على اليمين، سرعة اتصال عندك، زائد ان اتحمل كم في المية من الكتاب، زائد عندك على اليسار هنا اتحمل قد ايه من الكتاب او مساحة الكتاب الرئيسية. طيب بعد ما بينزل الملف بيظهر عندك اللي هو الزرار الخاص بتصفح الكتاب، ده ايضا ضفناه. ضفت لك ميزة ان انت تقدر تتصفح الكتاب من داخل التطبيق بالشكل ده، تقدر تعمل زوم وتقراه براحتك، زائد ضفت لك السكرول الخاصة بالتنقل داخل الكتاب، وهتلاقي ان هي مكتوب فيها رقم الصفحة اللي انت واقف فيها. طيب في جزء اخر، ان انت ما تدوسش على اكتمل على تنزيل الكتاب اكتر من مرة، وتسيب الكتاب ينزل براحته خالص، ما تطلعش من الصفحة غير لما ينتهي. طب هتلاقي بعض الاحيان، يعني مثلا هتلاقي كتاب زي دوت، لو جيت دوست على ابدأ تحميل بالشكل ده هتلاقي ان الارقام تحت مش مظبوطة، لكن سرعة الانترنت هي مظبوطة، وعندك على اليسار هنا الارقام مظبوطة. طيب انت ده هتسيبه خالص لغاية ما ينزل الكتاب، لغاية ما يقف التحميل. طب ايه السبب؟ انا رفعت بعض الكتب على جوجل درايف، وهي السبب فيها ان جوجل درايف ما بيقدرش يديك مساحة الكتاب الكاملة بحيث تقدر تعرفها وانت بتنزل الكتاب. طيب ده هتسيبه خالص، تمام، لغاية ما ينزل. طب في مشكلة ممكن تقابلك، ان انت وهو بينزل الكتاب هترجع كده وتيجي تدخل تاني، هيقول لك ان الكتاب محفوظ، هتيجي تدخل مش هتلاقي الكتاب. ده حصل ليه؟ لان الكتاب وهو بينزل احنا خرجنا من الصفحة، يبقى هتستنى لغاية ما الكتاب ينزل الى اخره. طيب الكتب اللي احنا نزلناها، مثلا انت نزلت الكتاب ده وحابب بعد كده من داخل التطبيق ان انت تشوف الكتاب بتاعك او تقراه، هتدخل عليه هيقول لك كتاب محفوظ، هتقدر تضغط على طول مش هتنزل الكتاب تاني، هتضغط على تصفح الكتاب الان، وبعد كده تقدر تتصفح الكتاب بتاعك بكل سهولة. طيب ضفنا كمان الزرار اللي هو بتاع الهوم الخاص بان هو ينقلك من الصفحة اللي انت فيها الى صفحة الاقسام الرئيسية للبرنامج. طيب دي الاضافات الجديدة اللي حصلت على التطبيق. هتلاقي دلوقتي داخل التطبيق اكتر من 260 كتاب مجاني تقدر تنزلهم وتتصفحهم من مكتبة البرمجة. هتلاقي طبعا اقسام، قسم الصيانة، هتلاقي فيه الشبكات وغيرها. وبكده تقريبا وضحت لك ايه الجديد معانا في تطبيق المكتبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.